بخبرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. مساء الخير يا كابتن، منور. مساء الخير عليك كابتن، من تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بلال. شلون طيب يا كابتن؟ شلون طيب؟ مبروك يا كابتن. مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن على الفوز، ان شاء الله نبارك له في المباراه القادمه ان شاء الله. طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن، سريعا كده بنتكلم على الحكم الجنوب افريقي، هو حكم من حكام النخبه مصنف، ادار في بطوله الامم الافريقيه مباراتين في دور المجموعات، وادار في مباراه في دور 16 كابتن شريف، يعني لعب ثلاث مباريات في بطوله الامم. دحان بيدل الحكم الفار، وده ايضا ادار تقريبا اربع مباريات، يعني الحكمين مصنفين في النخبه، يعني عايزين نقول ان هم يعتبروا من افضل حكام النخبه. نروح للمباراه النهارده كابتن ايمن، واحنا دايما كابتن عادل بنتكلم على لقطه، بنجيب لقطه كابتن شريف وبنتكلم على اللقطه، نجيب لقطه مماثله عن اللقطه بنتكلم. انا عامل النهارده مقارنه جميله جدا كابتن اسامه، وبنقول لك ان الحكم دايما هو اللي بيديك المعيار احتساب المخالفات، يعني هو اللي بيقول لي وانا قاعد بتفرج كابتن شريف دي تتحسب ايه ودي تتحسب ايه، انت اللي بتديني معيارك في احتساب المخالفه. فانا في البدايه جايب مقارنه بين لعبتين، اللعبتين لعبه اتحسبت لحسين الشحات مخالفه، ولعبه ثانيه ما اتحسبتش مخالفه، عشان بس نوريك ان الحكم النهارده معاييره في اختلاف في احتساب المخالفات كان معيار ما كانش مظبوط. عايزين كمان الهدف كمان في الدقيقه 5 صعب مهمه الحكم كابتن ايمن، دايما النهارده هو بيلعب خارج الملعب جمهور وملعب، وكمان الهدف جه صعب مهمة الحكم في المباراة، وبالتالي شفنا بعض الحالات المهمة جدا جدا النهارده للأسف هو لم يحسن فيها التقدير. أيضا شفنا النهارده كان الفار في حالة من الحالات المهمة كان يجب التدخل فيها ولم يتدخل فيها. خلينا نروح بقى للحالات ونشوف كابتن أيمن. أنا جايب أول حالة لحسين الشحات مخالفة، هو احتسبها هنا، شوف الإيد هنا كابتن أسامة، هنا الإيد واضحة، وهنا احتسب المخالفه فعلا لحسين الشحات مخالفه للمسك ومفيش مشكله، ده معيارك في احتساب المخالفات خلاص؟ ماشي، بس لحظه واحده ممكن نجيبها تاني بعد اذنك يا كابتن؟ نجيب اللعبه بصوره تانيه. ماشي. ماشي حاضر. في احيان كتير حكام ما بيحسبوش الكره دي. انا جاي نقطه مهمه جدا، انا عامل مقارنه ليه؟ انا بقول لك احنا بنجيب المقارنه هنا يا بلال حسب خلاص؟ مزبوط. انت اديتنا معيارك في احتساب المخالفه يا كابتن عادل. صح. تعالى يبقى اللي زيها لازم تتحسب. ده مش زيها، ده الاصعب منها. ايوه. تعال روح للعبه الثانيه. ماشي. اللي هي اعتقد هنا ادي واحده. مودست. ايد ورا. هنا مودست، ادي ايد هنا ورا. انا جايب ثلاث لقطات يا كابتن شريف. شوف اللقطه الثانيه، ادي الثانيه. ايوه. ثلاث مخالفات بيرتكبها اللاعب رقم 20، وادي الثالثه. لعبه واحده. بالإيد. يمكن يكون مودست يعني ايه حاول يمثل فيها شويه، ولكن انا كحكم يا كابتن بلال ماليش علاقه. هنا المخالفه موجوده والشد موجود. كان يجب احتساب المخالفه، هو ما حسبش. هقول لك ليه ما حسبش. بس الفار لازم يجيبه. هقول لك ليه ما حسبش الاول، بس خلينا نروح للحكم يا كابتن عادل. دايما قلنا عندما تفتقد التمركز الصحيح تفتقد كل حاجه. هو كان بعيد ما شافش المسك، خلى اللعبه تواصل. هنا بقى يجي دور الحكم الفار يا بلال، واحده اللي بنقوله كان يجب على تدخل الفار. شايف النهارده الفار حرم النادي الاهلي من ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لمودست تقريبا في الدقيقه 21. دي حاله من الحالات المهمه. نشوف بعد كده الحكم مش ازاي يا كابتن ايمن. هل هذا معقول؟ هنا المساعد في لعبه ديت، هو قدام اللعبه على فكره، مصارعه قدام اللعبه وراحت هجمه على النادي الاهلي. خلي بالك انا معايا صوره، انا ما بقلفش. هنا في مخالفه واضحه، والايد هنا في وش علي معلول، لم تحتسب ايضا مخالفه لصالح علي معلول. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا اللعبه اللي احنا بنتكلم عليها كابتن عادل كابتن بلال، هنا طاهر محمد طاهر لعب الكره فعلا، نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا لو قلنا ان هنا المخالفه تمت على الخط، الخط من ضمن الخطوط المحيطه بيها. مظبوط. الخط ده يا كابتن بلال من ضمن الخطوط المحيطه بيها، يعني ايه الخط دوت؟ لو المخالفه ارتكبت على الخط تتحسب المخالفه من داخل المنطقه. بس هو رجله على الخط ولا خارج الخط يا كابتن؟ انا هتكلم، بس انا بس بوضح يا كابتن اللعبه. ماشي. لو كانت على الخط ماشي، يبقى هنا كان يجب تدخل الفار. هو هنا الفار ما دخلش ليه يا كابتن؟ عشان الكره بره، لان هنا المخالفه تمت من خارج منطقه الجزاء. مظبوط. وبالتالي هنا كان هنا دور الحكم المساعد لازم يتدخل بالقرار، لان الحكم في اللقطه دي كابتن لو جبنا المباراه كابتن بلال تقريبا بعد نص الملعب مش موجود. ولكن حاله من الحالات المهمه، تخيل ان هذه الحاله لو كانت على خط ركله جزاء
ولو كان الفار مش موجود كانت بقت مشكله. ده من ضمن احتساب المخالفات ومعيار احتساب المخالفات للحكم يا كابتن شريف. دي حاله من الحالات المهمه، اولا فيها مخالفه وكان فيها بطاقه صفراء، الحكم لم يحتسب المخالفه وخلى المساعد الاول وحش جدا، حتى قراراته كمان متاخره، حتى الاشارات بتاعته متاخره. يعني مثلا كورنر يستنى لما الحكم هو اللي يدي الاول، رمي التماس يستنى لما الحكم يدي هو الاول، يعني مش صاحب قرار. اه بالظبط كابتن بلال كلامك اكيد كان في تردد منه قوي قوي قوي، واللي عمل التردد المساعد عارف مين؟ الحكم. ليه؟ دايما في القرانه كابتن بلال انا بقول للحكم المساعد قرانك اللي هي فيها تاتش او فيها شك انا بطلع صفارتي بسرعه بساعد الحكم فيها. الحكم ما كانش بيدي القرار وبالتالي هو خايف يدي القرار، يدي قرار ركنيه الحكم يدي ركله مرمى، فكان في تردد من الاثنين خاصه في احتساب المخالفات اللي هي بتبقى ركنيه او رميه تماس. ولكن هذه المخالفه احنا بنقول ايه؟ كان يجب عليه التعاون مع حكم المباراه فيها. هنا رضا سليم واللقطه دي هو جاي من مسافه كابتن بلال رايح تماما، وهنا لما بنيجي نتكلم على الدفع والدفع هنا بالايد، لا مش بالايد، ده بالايدين الاثنين يا كابتن عادل، المخالفة واضحة جدا جدا، كان يجب احتساب المخالفة واشهار البطاقة هي طبعا هو خلى اللعب يتواصل. اخطاء كتيرة جدا جدا زي ما قلنا، يمكن زي بستاو في اول شوط ومحمد هاني برضه يعني في حالات كتيرة جدا جدا. انا زي ما قلت كده يعني هو تأثر، وانا بقول هو تأثر بعامل الارض والجمهور وبالهدف اللي النادي الاهلي جابه بدري، ده عمل عليه ضغوط كابتن ايمن على فكرة ان هو قال لك بقى الاهلي كسبان 1-0 بره الملعب، فايه خلي اللعب يتواصل. لكن هنا دي مخالفات يعني حقيقي لازم كان يجب احتسابها وكان يجب تدخل الفار. نيجي نشوف هنا الحاله اللي جايه، يمكن دي اخر حاجه هنتكلم على القراءه والتمركز. وهنا السؤال كابتن عادل وانت كنت مدرب وانا النهارده كحكم، انا ايه اللي جبني في المنطقه دي؟ سؤال وحش طبعا، جاري وغلط يعني انا حتى كمان قراءته للعب كابتن ايمن، توقعه للعب مش موجود هنا، مفيش تركيز في اللعب وبالتالي هنا حط نفسه في هجمه كانت رايحه لصالح سيمبا اللي هو مش موجود النهارده، كان اللاعب ده كان استلم وكان راح، كانت بقت هجمه، هو هنا الكره اتصدمت بيه وبالتالي اضطر ان هو يوقف المباراه ويعمل الاسقاط. دي حاجات الحكم بيتحاسب عليها فكره في المباراه. بشكل عام زي ما قلنا نتيجه مباراه كابتن اسامه عدت الامور، ركله جزاء موجوده ولكن لم تؤثر في نتيجه المباراه. تاني بنقول اتمنى ان التحكيم الفتره اللي جايه التوفيق طبعا ليه، ولكن حالات كان لابد تدخل الفار فيها النهارده كابتن ايمن. مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله ومبارك له في المباراه القادمه. شكرا جزيلا كابتن نصر، شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن.